بواتسن ام تي في الليلة على شاشتنا بترجعوا بتتابعوا الحلقة الأخيرة من سيلبرتي دويتس، حلقة رائعة بنشوفنا بعد المشاهد. تركني الحال تركني وروح، ما عاد في لم جروح، قلبي تحمل وجع كتير أكتر من جرح ومجروح. انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني، كفي حياتك من دوني. روح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية وبتقل الحق علي. لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يودي. حلمي وقفت وكفي ودمرت الحب بايدي، لحب بقلبي خليت ولا قلبي بعده بيريدك. ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني، تركني اللي فيني بيكفيني. روح ما بدي تطلع فيي ولا بدي تشوفك عيني، بدل الغلطة بتعمل مية بتقلي الحق علي. لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك، ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يودي. سيلبريتي دويتس بعد الاخبار على شاشه الام تي في. اما الساعه 4 بعد الظهر فرح نكون مع الدوري اللبناني بالفوتبول، وكمان 6:15 رح نكون مع المخبر مع زميلي غاده عيد ومواضيع عديده مثل عدي مواضيع الساعه بتطرحها زميلي غاده عيد بعلم وخبر 6:15. سهره حلوه ممتعه على شاشه الام تي في، كونوا على المواعيد. هلا رح نكون بعد شوي مع ساره غنتوس بي تالنتس، موهبه جديده رح نتعرف عليها، موهبه فنيه اكيد، خليكم معنا.